هنعمل دلوقتي اول حاجه مع بعض التشيكن برجر. هنعمل برجر الفراخ، سهل جدا نعمله في البيت، مفيهوش ابدا اي حاجه، ومعانا العيش الكايزر والجريل سخنه. هنعمل ساندوتش ظريف قوي. بصوا انا معايا صدور فراخ ووراك الاثنين مع بعض، هي خلطه الصدور مع الوراك في البرجر بتبقى احلى بكتير. او وراك بس، الصدور بس بتنفع وكل حاجه، بس ما بيبقاش البرجر احلى حاجه. تمام، فيا اما نعمل نفرم صدر فرخه مع ورك مثلا، او يا اما يبقى كلها اوراك وكلها مفرومه في الكب. تمام، هنحط عليها بقى ملح وفلفل، هنحط كمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. تمام، هنحط كمان معلقه من البصل البودره، من الثوم البودره، معلقه كبيره من النشا. معانا برده بقسماط، شويه بقسماط ناعم كده، ايه هنغلف بيه البرجر قبل ما نحطه يتشوي على النار. وعيش كايزر خاص معانا كمان، جبنه السندوتشات وبس. خلاص ان شاء الله تنبسطوا من الوصفه وتجربوها. هنطلع بوله كبيره هنا كده، وهحط الفراخ المفرومه زي ما اتفقنا، يا اما صدور مع اوراك او اوراك بس مفرومه في الكبه كده. تمام، هبتدي بقى احط لها ملح وفلفل، ملح فلفل، وزي ما اتفقنا هنحط كزبره، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه بتخلي طعم البرجر حلو قوي. معانا بصل بودره وتوم بودره، ومعانا نشا، بصل بودره توم بودره، معلقه صغيره من النشا كده. نعجن بقى الكلام ده كويس قوي كده، بس كده. ممكن نحط شويه نشا كمان اهو، ممكن نستبدل النشا بدقيق، مفيش مشكله لو ما عندكيش نشا، الاثنين هيبقوا زي بعض يعني مفيش مشكله. بعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب القرمه دي هنا كده جنبي، وناخد جزء كده، ناخد شويه بقسماط مثلا هنا كده على القرمه اللي معايا دي، وهاخد كده كوره من العجين كده، وايه وادحرجها كده حلوه قوي في البقسماط علشان تساعدني انها ايه تلم معايا، ونعمل قرص برجر كده ايه محترم اهو كده. برجر الفراخ مش هيكش ولا حاجة، احنا عايزين نعمله كده حجمه يبقى مظبوط ومناسب مع العيش الكايزر. فايه فانت تظبطيه، لو عندك القالب بتاع البرجر هيسهل عليك، هيبقى ظريف. ما عندكيش يبقى اعملي كده زي ما انا بعمل بايديا وخلاص اهو. ادي قرص برجر محترم خطير. هنيجي بقى هنا على الجريل، اقلع بس الجلوفزات دي. هنحط شويه زيت كده، مش كتير اهو كده، واخد البرجرية اللطيفه الحلوه دي واحطها هنا كده. واحافظ على شكل القرص كده بتاع البرجر، هتتشوي بقى وتبقى خطيره من الناحيتين من غير ما نحطها في زيت غزير ولا تتحمر قوي، وتبقى كلها كده ايه مدهننه. طبعا بتاعه المطاعم كلها بتبقى كده، بتبقى محطوطه في زيت غزير زي الناجتس والكلام ده، لكن طريقه الشوي دي بتبقى لطيفه قوي وبتخلي البرجر يستوي وفي نفس الوقت ايه يبقى هيلثي صحي. بس انا قلبتها اهو كمان لغايه ما تستوي، بطمن انها استوت. عايزه اشيل بس ايه كل الحاجات اللي قدامي دي، اوسع مكان كده علشان بقى ايه نجيب العيش والخس. انا معايا هنا الجبنه اهو، ونجيب بقى العيش الحلو ده اهو، عشان برضو انا بحب قوي العيش الكايزر اديله كده ايه لسعه خفيفه مكان تحمير البرجر، بتفرق جدا بتخلي طعمه احلى بكتير كده. انا بفضل كده ايه مع
الفراخ لغايه ما الاقيها استوت وبقت تمام. هنا العيش اهو ببططه كده شويه، ممكن بقى نحط مايونيز كاتشب زي ما انتوا عايزين. انا معايا هنا الجبنه ومعايا هنا شويه خس كده، نجيب خس من هنا اهو، يجي الخس اهو. البرجر خلاص هوسع كده مكان وابتدي احط بقى ايه الفراخ، قصدي العيش اهو، ياخد له كده ايه لسعة خفيفة مكان البرجر، وهياخد برضو الجزء اللي فوق اول ما ياخد لسعة خفيفة كده خلاص. والبرجر هنا معانا استوى وبقى هايل وريحته تجنن اهو. هعمل ايه؟ عايزه اول حاجه هنا ممكن تحطوا طبعا صوصات زي ما قلت لكم. انا هحط على طول هنا كده خس، واحده خس هنا وواحده خس هنا. انهي دي اللي على الوش؟ لا خليها كده عشان ما تلخبطش اهو كده. وهجيب واحده جبنه، انتي فين يا جبنه كده على الخس كده. ناخد البرجر نحطها فوق الجبنه، وناخد جبنه كمان. عايزين تحطوا برضو شرايح طماطم بقى مثلا، شرايح بصل، كل ده هيبقى ظريف جدا على الساندوتش زي ما تحبوا. والصوصات اللي انتوا عايزينها برضو زي ما تحبوا. الجبنه كده فوق البرجر، وورقه خس تانيه، نقفل كده العيش اهو. ساندوتش برجر تشيز تشيكن برجر خطير تحفه. اذا رجع بتاع دي ورا الدخان ايه بصوا خطير، حته ساندوتش يا استاذه سموره، شايفه اللذاذه اهو. تقدروا تدخلوا فيه اي صوصات تحبوها زي المايونيز مثلا او حاجه، او صوص الرانش، او اي صوص تحبوه. وبالهنا والشفا احنا عاملين مجموعه سندوتشات هناك، حاطين فيها شرايح طماطم، حاطين فيها شرايح بصل، شويه خس كده حلوين، وسلايزز الجبنه اللي لما يبقوا اتنين كده مع البرجر بيبقى خطير. عايزاكم تجربوه للولاد، وبالف هنا والشفا هتنبسطوا منه جدا. فاصل بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل التشيكن وينجز بقى.